السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بمادة الحريات العامة. ومن بعد ما شفنا الجيل الأول التصنيف التقليدي والجيل الثاني التصنيف الحديث، الآن غننتقلوا ونشوفوا الجيل الثالث من الحقوق والحريات. واقترنت حقوق وحريات الجيل الأول بالفرد، واهتمت حقوق وحريات الجيل الثاني بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واقترنت حقوق وحريات الجيل الثالث بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة طبقا لميثاقها، وهي حقوق وليدة التطور القانوني على المستوى الدولي. ويرتبط بعض هذه الحقوق بالفرد بينما يرتبط البعض الآخر بالجماعة، وينصرف الاهتمام بهذه الحقوق إلى سائر البشر متخطيا الدولة القومية ليشمل الإنسانية كلها. المثال على هذه الحقوق الحق في السلام، والحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية. هذه الحقوق تفرض دورا إيجابيا على كل الأطراف المعنية، وهي الشعوب والحكومات والمجتمع الدولي. ومع اتفاقنا مع الرأي الذي يذهب إلى كون التقسيمات الفقهية للحقوق والحريات هي مسألة شكلية إلى حد كبير، وقضية منهجية للتبسيط والتبليغ هدفها تجميع الحقوق والحريات في مجموعات رئيسية ليسهل حصرها أو ليسهل حصرها والتعرف على مضمونها، بحيث أن تباين هذه التقسيمات لا يؤثر في قيمة أو مضمون الحقوق والحريات الداخلة في إطارها. وكذلك الرأي مع التصنيف الذي تم تفضيله، وهو الذي اعتمد الإنسان فيه محورا لتصنيف وتعداد حقوقه وحرياته. والحقوق والحريات المتصلة بنشاط الإنسان، بمعنى كنتكلموا على نشاط الإنسان، قد يكون سياسيا واقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا، وكل نشاط من هذه الأنشطة حريات وحقوق يرتبط بها. حقوق وحريات الإنسان المتصلة بنشاطه السياسي تتمثل في حقوقه وحرياته المتعلقة بالمشاركة السياسية أو حق المساهمة في السيادة الشعبية، وهي على الخصوص حق وحرية التصويت والترشيح، حق وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانتماء إليها. أما عن الحقوق المتصلة بالنشاط الاقتصادي وللإنسان، فتشخص خاصة في حق وحرية التملك، حق وحرية المبادرة الاقتصادية، حرية تنقل رؤوس الأموال، حرية تنقل السلع، حرية التجارة والصناعة، حق وحرية العمل. وترتبط بها مجموعة كبيرة من الحقوق الأخرى، نذكر منها الحق في الأجر، الحق في الراحة أسبوعية سنوية، الحق في الضمان الاجتماعي ضد المرض والعجز والبطالة والشيخوخة، الحق والحرية في ممارسة العمل النقابي، إنشاء النقابات والانضمام إليها، الحق والحرية في الإضراب، الحق في التنمية. ونضيف إلى الحقوق والحريات المتصلة بالنشاط الاجتماعي للإنسان، تتشخص في حرية الاجتماع، حرية تكون الجمعيات والانضمام إليها، المجتمع المدني، الحرية والحقوق المتعلقة كذلك بالنشاط الثقافي كالحق في التعليم والتربية، الحق في الهوية الثقافية. أيضا نتكلم عن الحق في المشاركة، عفوا
الحق في المشاركة الثقافية، أيضا نتكلم على حق وحرية التأليف والإبداع، كذلك نتكلم على قلنا حق وحرية التأليف والإبداع، وأيضا نتكلم عن حق وحرية الاختلاف. إذا الحق في المشاركة الثقافية، عفوا، الحق وحرية التأليف والإبداع، وأيضا حق وحرية الاختلاف. إلى هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.